وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ايمن دجيش. هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. ازيك كابتن ايمن؟ ازيك كابتن اسلام؟ مبارح حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. قبل بس معاك تقول لنا على طاقم التحكيم، عايز اقول لحضراتكم ان النادي الاسماعيلي تقدم على مصر المقصه بهدف مقابل لا شيء، وفاضل 8 دقائق على نهايه المباراه. كابتن ايمن قول لنا على طاقم التحكيم واهم ما يميز طاقم التحكيم. النهارده عندنا طبعا الكابتن سعيد حمزه حكم المباراه، معاهم مساعد اول الدولي تحسين ابو السادات، مساعد ثاني خالد حسين، الحكم الرابع عمرو عبد الفتاح. طيب خلينا قبل ما نتكلم عنه نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نتكلم اكتر مع كابتن ايمن دجيش عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي ومضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لطاقم تحكيم بقيادة سعيد حمزة كحكم للساحة، يعاونه كل من تحسين السادات كمساعد أول، خالد حسين مساعد ثان، عمرو عبد الفتاح حكم رابع. سعيد حمزة بدأ مشواره في إدارة مباريات الدوري الممتاز موسم 2011-2012 عندما أدار ديربي الداخلية والشرطة، والذي انتهت مباراته بفوز الأخير بهدف من دون رد. أدار سعيد حمزة هذا الموسم مباراة واحدة في الدوري الممتاز، جمعت الأولى بين أسوان والمقصة، انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. إجمالا أدار سعيد حمزة 38 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أشر خلالها 114 بطاقة صفراء تحولت 4 منها لحمراء، كما ظهرت البطاقة الحمراء المباشرة 4 مرات واحتسب 10 ضربات جزاء. أدار مباراتين في مسابقة كأس مصر أشر خلالهما البطاقة الصفراء 7 مرات. تاريخيا أدار سعيد حمزة مباراة واحدة للأهلي في مسابقة الدوري الممتاز، كانت أمام وادي دجلة وانتهت بفوز الأخير بهدف من دون رد موسم 2015-2016، بينما أدار 5 مباريات لوادي دجلة، حقق الغزلان الفوز في 4 مباريات وتعادلوا في لقاء، أشر البطاقة الصفراء في وجه لاعب دجلة 10 مرات تحولت 1 منها لحمراء، كما أشر البطاقة الحمراء المباشرة 1. دايماً طاقم تحكيم جيد لهذه المباراة. أكيد طبعاً، يعني كابتن يعني وسعيد حمزة من الحكام عنده خبرات. الأسد. الأسد بيلعب. دايماً بيطلق على نفسه الأسد. الأسد ده هو ما شاء الله شخصية قوية وبتاع، بس أنا بقول لسعيد يعني أنا عايزك أسد، بس أسد دايماً في القرارات يعني. يعني كنا نجيب له سعد سمير. أسد تبقى في القرارات يعني، إنما هو بصراحة شخصية كويسة وليه تواجد كبير في التحكيم. من 2011 بيحكم مقنع في الملعب، ولكن هو بس اللي الحاجه يعني انا اتمنى ان سعيد حمزه المباريات يعني المباريات الكبيره او المباريات الجماهيريه ما كانش ليه دور كبير فيها، يعني هو قدر طبعا مباريات ونجح فيها، انما في المباريات الكبيره ما تواجدش بصفه كبيره. اتمنى الفتره الجايه يبقى ليه وجود، لان هو مقنع في الملعب وشخصيه كويسه. والاهم كابتن اسلام في جوه المباراه ان احنا التعامل داخل مناطق الجزاء دي. طيب المهم الحكم يبقى رايق. كابتن ايمن ممكن تخليني بس قبل ما حضرتك تكمل كلامك تقول التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، محمود وحيد ناحيه الشمال، اثنين قلبي دفاع رامي ربيعه وايمن اشرف، وكالعاده عمرو السوليه بجانبه محمد مجدي قفشه، وحسين الشحات ناحيه اليمين، ورمضان صبحي ناحيه الشمال، ووليد سليمان، وفي الامام جونيور اجاي. ده التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. اتفضل يا كابتن. في التقرير زي ما قلنا كابتن سام هو حكم كويس، ولكن لو بصينا مباراه واحده للنادي الاهلي موسم 2015-2016 يعني بقى لها فتره ما لعبش كتير في مباراه الاهلي او للزمالك او الماتشات، لكن هو ادارته دايما بيأدي مبارياته بنجاح في الدوري الممتاز، ماشي بصوره طيبه. اتمنى له التوفيق النهارده، والتقييم دايما هو من الحكام كويسه، لكن احنا اهم حاجه التوفيق يحالفوا المباراه دايما
تبقى قريب ايه اللي بيعمل مشكله كابتن اسلام؟ منطقه الجزاء، مناطق الجزاء او التسللات، او التسللات، او مثلا الالعاب اللي فيها مثلا استخدام استخدام المرفق وعدم تعامل، كل ده اللياقه البدنيه بتاعت الحاكم، كل ما انت قريب بيبقى عندك بتشوف التفاصيل بتقدر تبقى مقنع للناس. اتمنى له النهارده التوفيق، معاه مساعد دولي خبره كبيره جدا تحسين ابو السادات، من الحكام المتميزين وخبره كبيره، من اكبر الحكام اللي موجودين في القائمه الدوليه، مساعد اول. وعندنا مساعد رائع خالد حسين من اسوان، مساعد متميز برضو، وعمرو عبد الفتاح من الاسماعيليه. الحقيقه طقم كويس، نتمنى له التوفيق النهارده باذن الله في المباراه، يعني يكون موفق باذن الله في اداره المباراه يعني. طيب اهم ما يميز كابتن سعيد او الطاقم بالكامل الاربع، يعني هم كلهم الكبرات الكبيره، يعني خبرات عنده طبعا، لكن يعني البعض يقول لك اصل كابتن سعيد مش دولي ومش كذا. ما هو الدولي ده بيبقى هم سبعه اللي في القائمه، لكن انت ايه مردودك لما لعبت في الدوري الممتاز؟ كان ليك تواجد ياما، يعني ربنا يشفيه كابتن مدحت عبد العزيز، ربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلامه باذن الله لبيته واسرته. كان من ما كانش دولي، ولكن كان من افضل الحكام اللي موجوده على الساحه، ما كانش ليه نصيب ظروف معينه ان انت ما خدتش دولي. في كتير من النوعيه دي، كان في كابتن محمد عباس، مجموعه كبيره عشان ما انساش حد ما خدوش دولي، ولكن احيانا الحقيقه بيبقى في موجود حكام ممكن يكونوا الافضل يا كابتن اسلام، لكن الظروف ما ساعدتهمش، جه موضوع السن، فهو يعتبر يعني مش بعيد عن الدوليين كتير، بالعكس هو بيدير مباريات ممكن يكون عنده كفاءه كبيره، فمش قصه ان انت بتعلق الشاره، لا احنا يهمنا الاداء في الملعب. فهو بالظبط كده، انا بس بقول بسال السؤال ده عشان كده، عشان فهو لما عدى كان عنده اقناع، يمكن انا قلت لك هو المباريات الكبيره بس كان بعيد عنها. اتمنى في الفتره الجايه نوعيه المباريات ربنا يوفقه النهارده باذن الله، ويبقى ياخد مباراه قوتها اكبر يعني باذن الله في الفتره اللي جايه باذن الله يعني. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن. قبل بس ما اطلع واسيب الكابتن ايمن واستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، نادي الاسماعيلي حتى هذه اللحظه متقدم هدفين، اضاف الهدف الثاني ومتقدم بهدفين مقابل شيء ضد مصر المقاصه، وباقي من المباراه يعني نهايه المباراه خلاص في خلال خمس دقائق ولا حاجه. لكن خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من ارض الملعب، يقول لنا برضو اخر المستجدات في ملعب النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. بجد التحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك والكابتنه طبعا كابتن ايمن دجيش. سريعا تشكيل فريق النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، ايمن اشرف، رامي ربيعه، محمود وحيد، في المنتصف عمرو السوليه وقفشه، على الاطراف رمضان صبحي، حسين الشحات، وفي الهجوم وليد سليمان وجونيور اجي. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي شريف اكرامي، احمد فتحي، وليد ازارو، مروان محسن، اليو ديانج، احمد الشيخ، وحسام عاشور. كده اكيد هيكون طلع ياسر ابراهيم ومصطفى شوبير من القائمه اللي ضمت 20 لاعب في هذه المباراه. التشكيل يمكن يعني نقدر نقول ان هو تشكيل كان متوقع كابتن اسلام، نظرا لحاله اللعيبه الكبيره جدا والجاهزيه الكبيره جدا اللي بيحاول مستر رينيه فايلر ان هو يجهز كل اللاعبين، لكن الاجهز في الفتره الماضيه يمكن هؤلاء اللاعبين. الكل طبعا ما فيش اساسي واحتياطي زي ما بناكد في كل مباراه، لكن الكل جاهز ان شاء الله، يكون موفق ان شاء الله مستر رينيه فايلر في هذه المباراه. الحضور يعني كنا بنتمنى يكون في جمهور، طبعا هي مباراه وادي دجله، لكن يعني اقدر اقول لك ان ما فيش حد في المدرجات خالص يا كابتن اسلام، امر طبعا ما بنتمنهوش ان هو يكون متواجد في اي مباراه بيكون طرف فيها للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله النهارده ارضيه الملعب كالعاده ارضيه جيده للاستاد السلام، كل الامور يعني ان شاء الله تكون في مصلحه النادي الاهلي، وتكون ثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العالمي. اللعيبه بداوا يسخنوا يا كريم ولا لسه؟ بداوا تهيألي لسه كابتن اسلام، يعني حتى هذه اللحظه يمكن اكيد مستر تكيس طبعا جونياس اللي هو المدير الفني لنادي وادي دجله، ومستر ريني فايلر مع ديفيد سيزا هم الوحيدين بس اللي نزلوا ارضيه الملعب، تفقدوا ارضيه الملعب بالكامل. بعض اللعيبه من نادي دجله نزلت ارضيه الملعب، لكن حتى هذه اللحظه لسه ما فيش حد نزل سواء التسخين او الشناوي ان هو يكون متواجد، ميشيل معاه مدرب حراس المرمى، لكن خلاص هي دقائق بسيطه جدا يا كابتن اسلام يكونوا متواجدين ويجروا عمليات الاحماء سواء فريق وادي دجله او فريق النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض الملعب. اي مستجدات طبعا بيكون معانا كريم من ارض الملعب. بنشكرك كابتن ايمن، ان شاء الله تتقابل بعد نهايه المباراه باذن الله يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل تقرير عن اهم المواجهات او تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي ونادي وادي دجله، وبعد كده هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، نجم الكبير كابتن ماهر همام، نجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، نجم الكبير كابتن أسامة حسني. بعد هذا الفاصل والتقرير عن تاريخ المواجهات استقبل نجومنا الكبار.